اتعرفت على استاذ سليمان في دار المسنين، اه اقدر افهم انه ممكن تبقى العلاقات طيبه، بس قرار الجواز او الحب العاطفي ده برضو محتاج يعني تفكير كبير، ولا ما كانش محتاج بالنسبه لك؟ شايفه انه لا 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 لا، محتاج تفكير كبير قوي قوي قوي، لان انا طالعه تجربه سيئه بعد 37 سنه، بقى عندي عدم مصداقيه في اي راجل وعدم اطمئنان لاي راجل. ثانيا انا كان عندي 58 سنه، اتجوز ليه؟ اتجوز ليه؟ خلاص قررت ان انا اعيش حياتي دي في الدار، لدرجه قلت لهم انا حياتي كلها اعيشها هنا، وانا يوم ما اموت برضو ادفنوني في مقابر الدار، انا مش عايزه اخرج من هنا. وعشت حياتي وحبيت الناس وحبيت الجو وهم حبوني جدا جدا. ف كان قرار الجواز بالنسبه لك زي اي حد من بعيد يقول اه نفس السؤال، تتجوز ليه؟ اتجوز انا نفسي، انا قلت اتجوز ليه؟ انا كنت رافضه. طيب يا استاذ سليمان، احكي لي بقى، احكي لي، ما اعرفش يعني ما اعرفش اتقدمت لها ازاي. طيب هو بما اني قعدت في الدار ففي امن تحت، عارفين ان انا ليا شخصيه معينه ما بختلطش بحد، فقالوا لي احسن تتسلى اقعد معاك. طبعا طلعت على المعاش، كنت في التربيه والتعليم ومنطوي على نفسي، لقيت استاذه جيت في يوم من الايام، بس لقيتها ايه، واحده نزيله جايه جديده، عادي عادي مفيش حاجه مفيش مشاكل، طلبت مني خدمه، حاضر. انا مفيش مخي حاجه خالص، لقيتها طبعا بنعرف دي مين وبتاع وجات منين وراحت فين كأمن شغلي. وبعدين لقيت انسانه كويسه وبتعامل الناس كلها كويس جدا جدا جدا، زمايلها فوق بيشكروا فيها. يعني انت كنت بتدور على عروسه ولا لا؟ طبعا. انت قاعد مستني. قول لي كده، انا كده فهمت طبعا. ومريت بتجربه برضو زيها. مفيش داعي لذكر الاسباب. طبعا اصبحت لوحدي. يجي الناس تسال تقول يا بعد بقى فوق الستين، ولا هم على المعاش لسه بقى هيعملوا حركات العيال بقى ويحبوا ويخطبوا، ده انا شفت بقى شبكه وهدايا وحاجات زي كده، يعني ما خفتوش من كلام الناس؟ لا، لان هي فعلا انسان يستاهل. طيب بعد 3 سنين جواز دلوقتي، يعني تقدري تقولي يعني انت بالنسبه لك عشره 37 سنه اللي فاتوا دول ولا حاجه، والثلاث سنين دول هم الحياه بالنسبه لك؟ ايوه ايوه ايوه، انا كنت اتمنى ان سليمان يبقى اول راجل في حياتي واعيش معاه عمري كله واديله الحب كله اللي خده اللي هم ما يستاهلش. طيب اللي بيتجوزوا وهم صغيرين بيبقى في حاجات مشتركه ما بينهم، مثلا خطط للمستقبل، هيعملوا اسره، هيكبروا ازاي، يعني بيبقى في حاجات كتير، انتوا ايه خططكم؟ اقول لحضرتك حاجه، انا نظرا للظروف الصحيه انا ما بفكرش الا في لحظه السعاده بتاعت النهارده، بكره ده عند ربنا. صحيح، ونعم بالله. هي ست محترمه ومن اسره كويسه جدا جدا جدا، وخلتني اشتدت ليها غصب عني، وتستاهل هي اكتر من كده بصراحه ربنا. وسبتوا الدار بقى وسكنتوا، لانه ما ينفعش تبقوا في دار المسنين متزوجين. لا لا ما ينفعش. ورحتوا عاشوا بعض وابتديتوا حياه جديده، ومش ندمانه ان انت ابتديتيها يا مدام نادي؟ لا 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 نهائي. لا بقول لحضرتك على الراي شاهيناز المطربه بتقول احب اعيش لك عمري كله من البدايه، يعني كان نفسي عمري كله بدايته تبقى معايا. هي شاهيناز بتقول كده؟ اه انت واضح انك مذاكره كل اغاني الحب. انا ما اعرفش والله، انا ما اعرفش شاهيناز بتقول كده، ده هي اشهر اغنيه ليها. احب اعيش لك عمري كله من البدايه، من يوم ما شافك قلبي تايه مش معايا، يا حبيبي ده انت الحلم اللي ملوش نهايه، نظره عيونك يا حبيبي دول كفايه.
أنا باختصار وفي نهاية الفقرة دي باختصار، كل واحد يقول لي الحياة بعد ما كل واحد لقى وليفه حتى بعد العمر ده كله، الحياة اختلفت إزاي بالنسبة للأستاذ سليمان والمدام نادية؟ بالنسبة لي أنا كأن لسه شاب صغير، وطبعا بحس بوجودي أنا راجل كبير، وبفهم إن دي صح وغلط، بتعمل إيه، هي عايزة تسعدني بأي طريقة، وأنا بالتالي ببقى مبسوط جدا يعني. وأي واحد عاوز يتعلم إن هو يعيش كويس يمارس الحياة دي، لأن أنا أولا ماشي على يعني على فود الكريم زي ما بيقولوا، وماليش طموح يعني، بس أهم شيء ما عشت تجربة عشتها وعايز أكررها تاني. لا. عايز تتجوز عليها؟ لا 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 هي لا مش للدرجة دي يعني. مبوط بقى. لا 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 ممتازة لا ممتازة ممتازة ممتازة. انت بقى الحياة فرقت ازاي معاك يا مدام نادية؟ الحياة فرقت كتير، الأمان والاطمئنان والهدوء النفسي والاستقرار والسعادة، التفاني في ان كل واحد فينا عايز يسعد التاني. أمنيتي ان انا الايام اللي انا عايشاها ابقى بصحتي، ان انا اقدر اخدم الراجل ده واسعده. محتاجش الحق. انا قابلت مدام نادية قبل ما ندخل التصوير وسلمت عليها سلام حميم، يعني غير السلام التلفزيوني ده، وقلت لها حاجة انا مقتنعة بيها، انا متأكدة انه ربنا ان شاء الله يديك على قد الطيبة اللي جواكي وعلى قد المحبة اللي جواكي يا رب. صحيح انه كل الناس في سن معين جسمها ما بيطوعهاش صحيا يعني، ابقى عادي كل الناس كده، بس مش كل الناس قلبها بيدق وبتحس بالدفى والحب والعاطفة في سن متأخر. انت ربنا اداكي حاجة اخرها عليكي شوية بس ما حرمكيش منها، الحمد لله. ربنا يديم عليك المحبة يا رب، وأستاذ سليمان يا رب، وإيه كمان، وكل الأغاني العاطفية اللي أنت عمالة تشغليها ليل ونهار. شكلك بقى من الناس يعني اللي إيه، مش بس بتسمع أغاني، اللي بتغني كمان. بتغني له إيه؟ كل كلمة حب حلوة قلتها لك، كل همسة شوق بشوق سمعتها لك، والأمان والقلب الحنين والأماني كلها حوشتها لك يا سليمان. مدام نادية وأستاذ سليمان ربنا يديم عليكم المحبة والصحة. إيه يا أستاذ سليمان؟ مبسوط جدا بصراحة. بصراحة أي حد مكانك يتبسط جدا. لا لا ما أقدرش يتبسط زي كده، أنا أكتر. أي حد مكانك يتبسط. أنا أكتر والله. ربنا يديك الصحة. وربنا يديها الصحة. ربنا يوفقكم جميعا ويرزقكم باللي يسعدكم، وأنتوا كمان تسعدوا اللي حواليكم كلهم. وعقبال الصغيرين لما يحبوا حب كده صادق صادق وجميل زي مدام نادية وأستاذ سليمان.